مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. وادو الله وادو الله سو وبيو بيت مايوت ميلوني أصول الثلاثة تدني سيرو أديك مك واجمر إسلام. قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة. كواد كبوك وشاكو دوكو واجني وبنجري بنجو أبيج. السؤال الأول. بنجو مكوانو. لماذا ندرس التوحيد؟ أعمي وبنجري واجمر توحيد. لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. نكج توحيد إن راتيرو مرود نساي كوم أوغانداني. خلقنا لنوحد الله. وجو من موند ولا مرود نساي تلقيني. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. أوكو مرود نساي أوكو يه عبادة مورا مورا ماك من موتيم مسيرو مر توحيد. لا يدخل الجنة إلا موحد. أونجن عت ما دونج بولو مالو ماك من عت ما لمرود نساي تلقيني. ثم ممكن أنت عندما تمشي في الشارع يسألك إنسان يقول هل أنت موحد؟ Samori wuto e barabara kidi tinyalo romo kinga tinyalo penyeto bende ila muru nyasaye tiel kende yaqul na'am ana muwahhid o kolini e sala muru nyasaye tiel yaqul lak ma hada at-tauhid o nyalo penyeto kare tauhid ni ena ngo idha kunt la ta'rif at-tauhid fa hadhihi ash-shahada shahada sur hada kadhib do kapo mono ni o kingeyo gima tauhid en to tereni shahada manegono en shahada maraji ne kijikia tiende ثم قد يسألك أيضا. نعطي نلو تبيني بيني. يقول هل أنت مشرك؟ نعطي نلو بيني تب. إين ب ب بدين مشرك بيني. إلا مني سجمعين. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. إين أروح أجيب مني قبل ما بورج ما أنا كني إلا مني سجمعين. يقول لك ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ نعطي نلو بيني تب كار. إلا مني سجمعين ما كار أنا ما. إذا كنت لا تعرفه. كيا إلا مني سجمعين جنيه الشرك. نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري عنه. إني لو بدوني كاري تشونه لجاي إقصان روتني سايكم لاموجيك معي تيكيا. إذا أوجب الواجبات وأول الواجبات وأول علم هو التوحيد. بس سوما مكو أنغو تجي دوكو مكو أنغو متجنو إن توحيد. نيكا نعطون يجي ما توحيدين. وأخطر شيء لابد الحذر منه هو الشرك. لو جيما راج موجيك منيكو بني بدو ما بور إن شركي.